بالتأكيد سنقف على أبرز ما جاء من هذه التصريحات وأثرها على الأسواق العالمية. نرحب بضيفنا من العاصمة الأردنية عمان السيد أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي. أهلا ومرحبا بك معنا سيد أحمد، كل عام وأنت بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان. بداية سيد أحمد، يعني وتلقي الأسواق لخبر رفع سعر الفائدة كان ضمن التوقعات 25 نقطة أساس، لكن كيف تقرأ في خطاب جيروم باول وتعليق جانيت يلين بأنه لا طريق للعودة عن رفع أسعار الفائدة وأنه ربما سيستمر في هذا الأمر حتى طبعا تستمر لدينا أسعار التضخم في التراجع؟ فقط قبل أن نستمع إلى إجابتك، اسمح لنا سيد أحمد، حاليا أيضا البنك الوطني السويسري الذي طبعا هو بمثابة البنك المركزي السويسري يعلن عن بأن قرار الفائدة يصل إلى 1.5%. طبعا كان الوطني السويسري عنده معدلات 1%، وبالتالي هذا يعني بأنه رفع معدلات الفائدة بحدود 50 نقطة أساس. سيكون لنا متابعة تفصيلية لهذا الموضوع. أعود لك من جديد سيد أحمد، تعليقك على طبعا خطاب جيروم باول وجانيت يلين. صباح الخير رولا وسالي، كل عام وانتم بخير. نعم، بكل تأكيد رفع أسعار الفائدة كما كان متوقع 25 نقطة أساس من الفيدرالي الأمريكي، لكن اعتبرها رفعة حمائمية دوفيش هايك. بكل تأكيد عند النظر إلى البيان المصاحب لقرار الفائدة، فالبيان كان قد أسقط زيادات مستمرة لرفع أسعار الفائدة، فبكل تأكيد هي إشارة على ما أعتقد على أنها نهاية دور تجديد السياسة النقدية، أو على الأقل نهاية إلى التوقف عن رفع أسعار الفائدة. فبكل تأكيد الإشارة إلى التيرمينال ريت أيضا من الدوت بلوت، التصويت للأفراد الأعضاء متوسط التصويت لهم أشار إلى التيرمينال ريت إلى الوصول إلى 5.1%، هو نفس الرقم، أي نحن على بعد ما يقارب 10 إلى 25 نقطة أساس. فبكل تأكيد هي إشارات قد تكون بعض الشيء إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة واحدة في شهر 5. مؤتمر صحفي لجيروم باول كان منتظم متزن كالعادة جيروم باول، الإشارات بكل تأكيد أيضا أباحت إلى إمكانية التوقف عن رفع أسعار الفائدة عند سؤاله عن المصارف. بكل تأكيد الثقة المصرفية لا زالت مستمرة كما فعلت كريستين لاغارد، أشار إلى أن الثقة المصرفية موجودة، أموال العملاء. نعم أحمد، أود أن أسألك فيما يتعلق بالثقة بالقطاع المصرفي، لاحظنا أيضا الإجماع من قبل أعضاء الفيدرالي حول رفع الفائدة بربع نقطة أساس، هذا ما أعطى لربما بعض الطمأنينة أيضا لدى المستثمرين بالإجماع حول رفع الفائدة وأيضا على القطاع المصرفي بأنه في وضع آمن. نعم ساري، ثقة مصرفية من كريستين لاغارد سابقا، من جيروم باول تأكيد، لكن على النقيض من ذلك كانت جانيت يلين قد أشارت بأن الثقة المصرفية لديها بعض المخاوف، لن يكون هناك حماية كاملة بالنسبة لأموال المودعين، فبالتالي هناك بعض الإشارات بعض المخاوف، وهي ما أفادت الذهب وتداولات الذهب. بالنسبة لرفع أسعار الفائدة والثقة المصرفية بها، بكل تأكيد سالي قد أشار جيروم باول أن التشديد شروط المصرفية هي قد توازن تأثيرها على الاقتصاد برفع أسعار الفائدة، أقصد هنا البطالة، النمو الاقتصادي، فبكل تأكيد تشديد الشروط المصرفية قد يكون له أثر سلبي على النمو الاقتصادي، فبالتالي قد يكون هو إشارة إلى نهاية تجديد رفع أسعار الفائدة. بكل تأكيد جيروم باول يحب عبارة الديتا ديبندنت، الاعتماد على الأرقام الاقتصادية، فبكل تأكيد الأرقام الاقتصادية سوف تكون هي إشارات مستقبلية بالنسبة لجيروم باول لتحديد المسار بشكل أكبر. لكن حاليا مع المؤتمر الصحفي، مع بيان جيروم باول، أميل إلى إمكانية نهاية تجديد السياسة النقدية أو حتى اقتراب تجديد السياسة النقدية، اقتراب النهاية في شهر ماي القادم. طيب. من جديد أحمد، بس نرجع نأكد طبعا على موضوع بنك سويسرا المركزي رفع أسعار الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس، وهذا يأتي طبعا لتصل إلى 1.5%. أذكر أنه هو كان الأقل بين جموع البنوك المركزية. بنك اليابان بالتأكيد هو بالماينس حتى لدينا، ولا قرار ولا عودة بالنسبة لبنك اليابان عن السياسة التيسيرية، فيأتي الآن بعد أن كان بواحد في المئة. طبعا لدينا البنك الوطني السويسري أو المركزي السويسري 1%، الآن أصبح 1.5%. لدينا أيضا بنك الأسترالي، لدينا بنك إنجلترا في انتظار أيضا الإفصاح عن رفع أسعار الفائدة اليوم ربما 25 نقطة أساس، والأعلى بين الجميع هو الفيدرالي الأمريكي 5%. تعليقك على تحرك السويسري، هل تعتقد أنه جاء متزامن
مع تعثر كريدي سويس سيد أحمد، ما تنسى أنه الوطن السويسري المركزي ضغط على يو بي اس حتى يحتوي الأزمة. نعم، سويسرا بكل تأكيد اتجهت إلى رفع أسعار الفائدة، لأن أصلا هي متأخرة بعمليات رفع أسعار الفائدة. كنت أشرت رولا قبل قليل بأن الفيدرالي الأمريكي بأرقام مرتفعة بالنسبة للفوائد، جميع البنوك وصلت إلى ما يقارب أعلى من 4%، أستراليا هي أقل من 4%. طبعا بنك اليابان يغرد خارج السلب بفوائد سلبية. بكل تأكيد سويسرا كانت أيضا بفوائد سلبية بدأت رفع أسعار الفائدة، هي الرفعة الرابعة، على ما أعتقد أن الاقتصاد السويسري كان يحتاج بعض التجديد للسياسة النقدية، بغض النظر طبعا عن الأزمة المصرفية. وهناك بعض الطمأنينة بالنسبة للبنك السويسري بأن إمكانية التواصل أو الوصول إلى حل الأزمة المصرفية قد يكون هي حل أو أزمة عابرة بالنسبة للبنوك المصرفية السويسرية. فبالتالي تجديد السياسة النقدية السويسري برفع 50 نقطة أساس قبل قليل، على ما أعتقد أنه وجهة سليمة بالنسبة للبنك السويسري. نعم أحمد، كما أنه منتبع اليوم منترقب أيضا قرار بنك إنجلترا، والتوقعات تشير أيضا لرفع بربع نقطة أساس، خاصة من بعد البيانات التضخم التي سمعناها بعودة ارتفاع التضخم من بعد 4 أشهر من تباطؤ هذه المعدلات. برأيك ما هو السيناريو المتوقع؟ نعم سالي، تضخم مرتفع جدا بالنسبة لبريطانيا، هو الأعلى بين الدول السبع الكبرى، أعلى من 10%، عودة إلى أعلى من 10% بالنسبة للمؤشر الرئيسي مؤشر أسعار المستهلكين. المؤشر الأساسي أيضا يسجل ارتفاعات أعلى من 6%، بالتالي أرقام التضخم مرتفعة جدا. الجدير بالذكر هنا سالي بأن حتى النمو الاقتصادي بالنسبة لبريطانيا عند 0%، فهو نمو منخفض جدا. فالبنك البريطاني بين حالة من النمو الضعيف وتجديد سياسة نقدية مستمرة، على ما أعتقد هو التجديد 11 سوف يكون في جلسة اليوم 25 نقطة أساس. على ما أعتقد أندرو بيلي حاكم بريطانيا حاكم إنجلترا كان قد أشار لها في تصريحه الأخير بأن 25 نقطة أساس أو حتى السير في تجديد السياسة النقدية بالنسبة لبنك إنجلترا مستمر، فعلى ما أعتقد 25 نقطة أساس واردة، لكن الإشارة إلى رفعات أخرى أو إشارة إلى تجديد سياسة نقدية على ما أعتقد هو المهم والأهم تحديدا لحركة الجنيه الاسترليني في جلسة اليوم. نعم أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا على وجودك معنا.